أصعب حاجة إن يكون اللعيب قاعد فترة معايشة مع النادي وتيجي المرحلة إن تبعت تجيب البطاقة الدولية بتاعته وتتأخر لحد ما السيستم يقفل. ده إحساس بقى لا يمكن أوصفه لك. يا بواب بتاع بترول أسيوط خدوا مني كابتن محمد عبد السميع وده اسم كبير جدا، ويجيب ورقة وقلم ويشوف اللعيبة الموجودين عندي. شاف 2 لعيبة لقيته بيقول لي لا معلش سماح أنا عايز ماتش تاني. كنا في شهر رمضان واللعيبة كلها معظم اللي عندي مسلمين غير 2-3. لقيته بيقول لي معلش يعذروني حبيبتي أنا عارف إن الأذان أذن بس أنتوا محدش هيمشي من هنا. لحد ما خلصنا الماتش وقال أنا عايز الولد ده اللي هو يا بوع، وخده قعد معاه في بترول أسيوط. وجات بقى اللحظة الحاسمة بعد 18 يوم مع كابتن محمد عبد السميع إني أروح أعمل العقد. طيب بالله عليك أعملها إزاي دي بقى؟ أنا من القاهرة وعايز أروح أسيوط شركة البترول. طبعا هنا بقى بيجي دور مصطفى جوزي إن هو متفاهم يعني إيه مهنة وكيل لاعبين. حجزت التيكت جو باص وصلني، ركبت الساعة 3 بالليل عشان أوصل الصبح الساعة 7 الصبح. رحت لقيت مجلس الإدارة كله متفاهم من اللي جايالنا واحدة ست موجودين قبل ميعاد الشغل بتاعهم قاعدين مستنييني. طبعا قعدنا نفاوض على الديل وإيه اللي هيروح وكم سنة والنسبة وبتاع لحد ما وصلنا لحد الساعة 10 الصبح. نخلصنا الديل بتاعنا وبدأ بقى كرم الصعايدة. انت رايحة فين؟ راجع القاهرة. لا 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 انسي ان انت جاي عشان لعيب، وتلاقي الناس بقى كلها تتعاون ومحبة ان انت مش هتمشي غير ما تتغدي ونخلص الديل ونيجي بقى خلاص تمام وعلى قد المشقة والتعب نطلب البطاقة الدولية والسيستم يقفل على اللاعب والبطاقة ما تردش عليها. قعدت يوم كامل كده عمال اقول استغفر ربنا. طب هو انا كنت فرحانة جدا بالصفقة دي قوي لان كنت مبسوطة ان انا اكتسبت ثقة كابتن محمد عبد السميع وانا بتعامل معاه لحد النهاردة ان هو والدي، يعني هو بالنسبة لي مرجعية ما برجع له بعد كده في شغل. واول مرة احس احساس ان مدير فني متمسك بلعيب لدرجة ان هو بيكلمني في اليوم اكتر من 17-18 مرة. جبنا البطاقة بدل السيستم قفل في الممتاز به، تحايلنا على الموقف وجبناه على نادي درجة تالتة. لعب معاهم 6 شهور لحد ما في انتقالات يناير السيستم فتح تم رجوع للنادي الاصلي. لا في لعيب ممكن تكون انت بتتعامل معاه مش قلقان منه وبتشتغله بكل امانه وضمير، وفجاه تلاقي اللعيب حد عرض عليه مبلغ اكتر منك او هياخده نادي تاني فتلاقيه لف وراح مع اللي جاله ويقول لك طب يا كابتن انت اللي صرفتيه انا هديهولك. فبعد كده خلاص بقى انا بقيت اشتغل بعقد. نصيحتي بص انا نفسي المهنه دي تتنقل لكتير قوي، مش اقول من الفتيات، كتير من الفتيات والسيدات والامهات. هي مهنه حلوه لو الست حبتها. اما بتسالني السؤال ده وافتكر السنين اللي عدت دي كلها هقول لها اشتغل المهنه دي لو انت حباها، هي مش لو مش حباها مش هتكمل فيها. ان يعدي عليا مدير تعاقدات اكتر من نادي دلوقتي، انا ماسكه ناديين درجه ثالثه وعندي فريق بتاعي انا، والحاجات دي كلها ممكن تكون في مصر اول ست تعملها انا. يعني انا مؤخرا ممكن اكون امبارح بس سمعت ان في بنوته في المجال وكاتبه اول وكيل لاعبين معتمد. قلت لا هو ايه لازم يكون عندك مرجعيه حتى على الاقل لو انت تدخلي مجال اعرفي مين سبقك فيه، اعرفي مين كان قبلك موجود. ما تجيش يكون عمرك في المهنه سنه وتغفلي حد شغال بقاله 10 سنين، ما ينفعش. فانا ما حدش نقل التجارب دي، انما انا بقول لغيري كمل واشتغل بس ما تغفلش حق اللي عمل نقطه البدايه. نفسي اشتغل مع نادي الاهلي ويكون لي لعيب في النادي الاهلي اكيد، او الزمالك، هي القطبين في مصر، هي الكوره اهلي وزمالك في مصر، فطبعا ده يكون شرف لي. نفسي اللعيب اللي اكون وكيلته اكون انا بدات معاه من البدايه واطلع بيه لحد اما يوصل للدوري الممتاز. هقول لك الاجابه اللي اي حد هيقعد على مكاني هيقولها، محمد صلاح، بس هي ارزاق. وانا متاكده ان مع الوقت هيطلع ناس كتير زي محمد صلاح. دسوق وميني تسمنوت، قبلها كان بايونير اللي هو نادي شيكو، ورسمي بقى اول سيده تعمل مدير تعاقدات نادي مصري، مش في مصر بس، وطن العربي، وتصعد بيهم في سنه
من تالتة لتانية. هو البداية جت كابتن سيد مرعي طبعا اسم كبير، فإنما هو بيشتغل دوري ممتاز، فكانوا محتاجين حد يكون إيه بقى شارب مهنة الدرجة التالتة والتانية، أصل كل درجة وليها ناسها، فهو عايز حد يكون حافظ اللعيبة دي. وديت شولة، وديت سيلة، وكانت دي لعيبتي، بدأت أجيب لهم لعيبة لحد ما هم شافوا إن الاختيارات كويس، فتم العرض إني تشتغلي معنا مدير تعاقدات. تمام، ما عنديش مشكلة، وكنا بنقعد نختار اللعيبة، والحمد لله الحمد لله في سنة واحدة، وده إنجاز أن أنت تصعد بفريق في سيزون واحد من تالتة لممتاز بيه.